السلام عليكم دكتورة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا من أشد المعجبين بك وبحبك جدا 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 دكتورة، والله متمنية إني أشوفك يا دكتورة. ربنا يكرمنا. ادعينا يا دكتورة دعوة خير، ومتمنية إنك تعطيني نصيحة في تربية الأبناء وخصوصا تربية البنات من فضلك دكتورة. حاضر حاضر. أولا أدعو الله سبحانه وتعالى لك بالخير يا رب، ويجمعنا على الخير ويرزقك الخير انت واهل بيتك. اللهم امين. اللهم امين. سن بناتك كم سنه؟ سمعتيني يا ام ياسين، سن البنات كم سنه اللي معاكي؟ بنتي عمرها 4 سنين يا دكتور. يا عسل. حاضر اقول لك حاضر. اولا يعني انا بقول سن 3 سنين، من 3 لـ6 ومن 6 لـ9 ومن 9 لـ12. 3 لـ6 دي الفتره التحفه جدا جدا. اولا فتره، عارفين السفنجه اللي عماله بتمتص كل حاجه حواليها، سمت الام هي بتاخده، طريقه رد فعل الام هي بتاخده، طريقه الضحكه، طريقه نبره الصوت ذات نفسها، رد الفعل في الايدين. عشان كده ما نجيب طفل ولاقيه مثلا بيتكلم باسلوب معين اقول اهله بيتكلموا بالاسلوب الراقي ده، اهله بيعملوا كده ليه؟ هو شرب الأمر. سفنجة، شفتوا السفنجة اللي عمالة بتمص من الكلمات؟ هو كده. أعمل إيه في الفترة دي؟ أولا أنا جوجل بتاعه بعرفه المعارف الخارجية، أدي الشجرة، أدي العصفورة، أدي أصوات الحيوانات، أدي الألوان، أدي أبي، أدي أمي، أدي العيلة، أدي الأسماء، أدي الطريقة بتاعت السماء لونها إيه، وطريقة والأرض لونها إيه، إيه اللي ممكن أطلعه من الحاجات، تفرجوا على الحيوانات ومملكة الحيوانات والطيور ومملكة الطيور وكيف أستفيد منها. كل الكلام ده مهم جدا. طيب اعمل ايه تاني؟ اربطه بربنا سبحانه وتعالى، تسميه، احوال اليوم والليله، اذكار اليوم والليله، ازاي ان هو لما يصحى نربطه بربنا، ندعي ربنا الله عز وجل والجنه وجمال الجنه وحاجات الجنه، وافضل افضل افضل اقول في الفتره ديت على الحاجات اللي هي خاصه بكل ما هو محبب للنفس. وتاني ابقى حتى مستهدف سلوك، انا بغرس خلق مثلا على مدار شهر، انا بغرس بشيل امر معين شفته مثلا، لقيت نفسي بعلي صوتي فهم بيعلوا فانا انتبه. ودايما دايما البنت من وهي صغيره، وعلاقه البنات من وهي صغيره بامهم، الدلع، النظافه، الصوت الواطي، الانوثه، تبقى هي كده. اصحى اصرح شعري، اهتم بنظافتي، لا ما ينفعش بنوته وتبقى عامله كده، ما ينفعش يبقى لبسها متسخ كده، يلا نرتب اللعب عشان تبقى اوضتك شكلها جميل، عشان انت بنت ما ينفعش كده، عشان الرقه ده عنوانك ومن صغرها. وبالدعاء يا بنتي ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكر عينك بيها. اللهم امين.